يا ريت يا اختي كان في يساعدك، بس انت بتعرفي وضعي. انت الله يساعدك يا اختي، ما بيكفي ترك بيتك وجوزك وعائلتك ويعدي حدي هون. جوزي ما تجيبي لي سيرته، ما كلف خاطره يتلفن تليفون يطمن ليش انا ما سربت على البيت. يمكن احسن له ما يعرف. ومين قال لك كنت رح خبره؟ بس ولو انا مش موجوده. اهم شي بنتك اختي، تلفنتي لها طمنتي عنا؟ حكيتها من زمان، كان حضرته بسابع نومه. شو قلتي لها؟ ما تخافي، قلت لها خالتك تعبانه شوي وما بدي اتركها. ايه هيك احسن. معقولة يا اختي بدك تبيعي كل هيدول؟ يمكن مع رصيدي بالبنك ما احتاج اخذ قرض. هيدول جانا العمر، هيدول بعيشوكي ملكه 30 سنه لقدام، هيك بتبيعيهم؟ لو كنتي مطرح اختي شو كنتي بتعملي؟ خليني اعترف لك انك احسن ام شايفتها بهالدنيا. واكثر وحده بتحب زوجها. انت اكيد انه ما بدك ياني روح معك؟ هيدا المشوار ضروري روحه لحالي، ما لازم الفت النظر. عم تفهمي سوزي؟ وسام اذا اتصلوا على تليفون البيت ليحددوا مكان التسليم تحكيني دغري. اوكي مين قالك خليكي تروحي لوحدك؟ رح روح لحالي خيي، شو بدي اعمل؟ هيدول جماعه مجرمين زعران، ما حخليك تروحي لوحدك. مجرمين زعران قتالين قتلا ما بيهمني، مهم اني رجع ابني بالسلامه. بركة الله كذابين واخذ له مصاري وفلوا ما رجعوا جيمي. لا خيي، هول جماعه اذكياء وحاسبينها كثير صح. جيمي تيست بالنسبه لإلهم، اذا دفعت الفديه لرجعه يعني مستعده ادفع فديه اكبر لرجع يوسف. هلا اهم شيء عندي يرجع ابني بالسلامه، ادعوا لي خيي. وسام الله يعينك يا اختي على هالمصيبه. منيح انه جوزة فران ما معه فرانك. منيح اخيرا لقيتي ميزه عن جوزك. ميزه؟ اي ميزه؟ بس يلي بيشوف مصيبه غيره بتهوني عليه مصيبته.
شو قصتك يا ميرا؟ 20 مست كول ولا مرة رديتي؟ شو صاير لك؟ حبيبتي أولاً 10 مست كول مش 20 مست كول، بعدين لو بتعرفي شو صار فيي امبارح والله بتشفق علي، وثالثاً نسيت تليفوني سايلنت بعتذر، بعدين يا رب تساعديني بدل ما تهيدا تحاسبيني. جبتي معك الفواتير؟ إيه جبتهم. تفضلي. يلا يلا روحي روحي.